أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صاحبي السيادة والفضيلة، الحضور الكريم، أيها الحسينيون، أيتها الزينبيات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. خير البداية آيات بينات من كتاب الله، يتلوها على ما سمعنا أخوة من المدرسة القرآنية، فليتفضلوا مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا على الله يسيرا.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم أجركم الله جميعا مع التلاوة القرآنية لطلاب المدرسة القرآنية فليتفضلوا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.